وصلنا للخبر الفاجعة، الخبر الفاجعة للأسف الشديد. قبل ما غادي نسمعوا وجيه مريم والحوار المحزن اللي جراته مع أخت واحد من المختطفين مغاربة هناك في تايلاند، القصة وما فيها، وانتم غادي تفهموا مزيان التفاصيل في الحوار، القصة وما فيها أنه شي شركة، شي شركة معينة وهمية ولا هذا، عزلوا شي وحدين اللي تينافيكي وتيديروا التسوق وتتعاملوا بشكل مكثف في الانترنت الى اخره، فعزلوهم على اساس انه كاين كونترات خدمه، تيصيفطوا لك الكونترا، تيصيفطوا لك الريزرفاسيون في لوطيل 5 ايطوال، وتيصيفطوا لك البي الطياره، يعني الامور واضحه ما فيهاش، فهمتي، وصالير كبير، انت كفاءه وانت هادي وانت تبارك الله عليك وهذا وهذا وهذا، وبغيناك في التسوق الالكتروني، وبغيناك وبغيناك. فالانسان تيبغي يحسن معيشته، تيبغي واحد ملي يقول لك عندك صالير كبير، ما عرفش شحال، ما قالوش صالير، ولكن واحد ملي يقول لك راه تبدا تاخذ مثلا 4 المليون 5 المليون، تتبان لك الافاق، تتبان لك المستقبل. فالتسوق الالكتروني وغادي تمشي مزيان في التسوق الالكتروني وانت واعر وانت ذكي وانت 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 وانت، فتيصيفطوا لك الوراق على اساس ان داك الشيء راه كاين. مشاو الوليدات فيهم مغاربه، غير هو اللي تم اختطافهم ماشي غير مغاربه، مختلف الجنسيات تم اختطافهم، يعني تعزلوا وواحد يقول لواحد، وواحد تقول لي لا عندك شي صحابك جيبهم يكونوا بحالك طيارات زعما، واعرين في التسوق الالكتروني واعرين في هادشي ديال الديجيتال جيبهم، وهو يقول جوج بحسن نيه صحابو ثلاثه اربعه يديهم الى اخره، فباش يجمعوا اكبر عدد ممكن، وتتبدا العمليه ديال العصابه ديال المافيا اللي هي التعذيب ثم الكفاله، وتلزموك انك تعطي فلوس ولا داركم يعطيو الفلوس ولا شي طريقه بحال هكا. على اي اتضح في اخر الامر انها عصابه مريزيرفي لك في 5 ايطوال، والبي ديال الطياره والكونترا، وتتمشي وتستقبلوك وتدخل لوطيل 5 ايطوال، والغد تيجيو عندك وتخرجوك من الفي اي بي، باب في اي بي باش صافي تيدجنوك تتقول داكشي حقيقي، وتخرجوك من الفي اي بي ما تتخرجش مع الناس من لوطيل، وتتقول هذه شركه عملاقه، وتتخرج وتتلقى داك شي كات كات تتسناك، دوك الاي بي تيتسناوك وتيهزك، وتتمشي وتيحطك، ويجي واحد اخر يهزك ويحطك ويمشي واحد اخر يهزك، شغل العصابات والمافيات باش ما تعقلش على راسك فين غادي ومع من غادي وفين ركبتي وفين تحطيتي ومن تهزيتي الى اخر، حتى تلقى راسك في شي بلاصه ما تتعرفش شنا هي خارج المدينه، ما تتعرفش راسك شنا هي، خدام بالليل وبالنهار وتتاكل العصا، تياخذوا لك باسبور، تياخذوا لك الاوراق كاملين، تتولي تحت الرحمه ديالهم، تعذبوك، حتى انه قيل حسب ما غادي تسمعوا بعد قليل ان شي واحد فيهم اللي باغي ديكلاري وهذا شدوه، قال لك سيمانه وما تيعذبوا فيه، كانوا غادي يقتلوه سيمانه. على اي الامر خطير جدا، عصابه كبيره، مافيا خطيره جدا جدا. هنا كاين الرساله مهمه جدا في هذا العالم الفيرتويال، هذا العالم الغير الملموس، العالم الانترنت والديجيتال. قبل غادي نجي غادي نبعث الرسالة مهمة جدا للوليدات ديالنا، الوليدات ديالكم، عندكم راك تتهز البورطابل ولا انت في البيسي وتتنافيكي وتتشاطي، راك ما عارفش مع من. هما الوليدات على حسن النية تيصحابو ريوسهم مع مدراء في شركة، فإذا بهم مع مدراء في المافيا، عندكم الأمر ما ساهلش. على أي الحوار حصري عندنا في شادة، دارته الزميلة وجيه مريم في قسم الأخبار براديو شادة اف ام، داز مع السبعة، وهنا لكل إفادة أنها تنتشر أكثر أكثر، والسلطات كلها تأخذ علم ويبدأوا التحركات على جميع المستويات، القنوات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، من أجل أنهم يعتقوا وليداتنا. حوار غادي نفهموا فيه القصة، فإحنا ما بغيناش نديروا الصوره ديال الاخت ديال واحد من شاب من الشباب الضحايا،
هذه اختو اللي تكلمت معنا ووافقت انها تخرج للعلن، ولكن ما بغيناش نديروا التصويره ديالها حفاظا عليها وعلى سلامتها وسلامه اهلها وسلامه خوها الى غير ذلك. اذا نخليكم مع هذا الحوار بين وجيه مريم واخت احد الضحايا، وتفهموا القصه والتفاصيل ديال هذه المافيا الخطيره اللي خطفت وليداتنا في تايلاند. وعليكم السلام. هلا مرحبا. الله يبارك فيك، كيف لقيتوا نتوما شويه؟ لاباس عليك العائله؟ والله ما نكذبش عليك، ما لاباس والو. الاب ديالي في السبيطار، واقسم بالله الا في السبيطار مع الخلعه ومع هذا الشيء ومرض. الله يسمعكم، خبر الخير. قولي لي التفاصيل، يعني كيفاش خوك مشى، شنو طرا، كيفاش تواصلوا معاه، كيفاش طرا هذا الحادث، وانتم كيفاش عرفتوا الخبر؟ الاخ ديالي كان مقيم بدبي، كان خدام تما، كيخدم في هذا الشيء ديال التريدينغ والاي كوميرس. هذه هي الخدمه ديالو، هو قاري هذا الشيء ديال الكوارتين ديال موديل الطيران. المهم منين خرج مشى لدبي، كان خدام في فرنسا اصلا، خدم في فرنسا واحد 6 شهور، جا لهنايا لمده ديال شهرين وغادي يعاود يمشي. منين جا يتواصلوا معاه شي دراري صحابو، قالوا لي راه كاينه خدمه في هذا الشيء ديال تريدينغ، راه كاينه في تايلاند بحكم. والوالده ديالي ما خلاتوش في الاول، حنا رفضنا، قلنا ليه لا ما تمشيش. وانا عرضت الوالده ديالي اقتراح لي يمشي بحكم انني كنشوف واحد المؤثر كاين تما في تايلاند وكيعيط للدراري كيقول لهم. قلت لها راه واقيلا هذاك المؤثر هو اللي معيط ليهم، راه كنشوف الدراري مغاربه ولاد الحومانيت مشاو لتما، مراكشيين مشاو لتما كيخدموا في تايلاند هذا الشيء ديال الايكوميرس. والمؤثر هو اللي تواصل معاه؟ لا ماشي المؤثر، لا ما تواصلش معاه نهائي. قلت لك هو كان تيتواصلوا معاه شي دراري صحابو، كيقول لنا راه دراري صحابي ودوزوا معاه انترفيو في باغ كاميرا، وصيفط لهم السي في وصيفطوا لي كونطرا دو ترافاي وصيفطوا لي كل شيء. هو توصل بهذا الشيء، توصل بالوثائق، توصل بالكونطرا ديالو، وهو يمشي. هو يمشي، حنا في الاول كنا رافضين، هو اصلا ما كانش باغي يمشي لانه هو اصلا مقيم في، قلت لك مقيم في هذا، ولكن هو مقيم في دبي وكان في فرنسا وغيمشي لتايلاند. واش كان شي ثمن مغري لانه غيخلي هاد الامتيازات كامل وغادي؟ كان ثمن مغري. يمكن قالوا لي راه كاين سالير مزيان، هو كاين سالير مزيان وكاينين ظروف عمل مزيانه، وحجزوا لي اوتيل 5 ايطوال باش مشى جلس في اكوالامبور في ماليزيا، وحجزوا لي الطياره من مراكش. فهمتي حنا فاش في الاول حنا ما خليناش، قلنا ليه لا حتى هو ما بغاش، ولكن منين عطاوه كاع الاغراءات انا بفمي قلتها للام ديالي، قلت لها ماما واش كاين شي حد غادي ما بغاش يمشي وما غاديش يمشي. قلت لها صافي، انا في الاول ما كنتش باغا، ولكن فاش هذا الشيء كامل وشفت الكونطرا وكيقولوا لي كاينين الدراري تما صحابي راه مشاو راه كيديروا هذا الشيء الايكوميرس، وانا كنشوف ذاك المؤثر تما ديما كيهضر على هذا الشيء وكيهضر راه كاينين فرص عمل هنا مزيانه، وبحكم احنا ناس بسطاء ما كنفهموش لهذا الشيء تاع الانترنيت وما ما كنفهموش فيه. طيب شنو وقع من بعد ملي مشى؟ كان كيتواصل معكم؟ ملي وصل لكوالالمبور تواصل معكم؟ تواصل معنا، صور لنا فيديو تما، راه جا تلقى لي بوليسي هو اللي خرجني، راه هذا الشيء زوين، راه فهمتي كل شيء كان مزيان. كان طوب. شحال المده هو كيتواصل معكم ملي وصل تما؟ وصل اكوالامبور، وصل بعد القطار عيط لينا، وصل اكوالامبور عيط لينا، وصل لتايلاند، جلس في واحد لوطيل يومين، حتى هي بقى معنا على تواصل، بقى التواصل مع الام ديالي بحكم انا كنكون خدامه النهار كامل وما كنتواصلش معاه بزاف. بقى بتواصل مع الام ديالي، قال لها ثاني راه خرجوني، عرفتي راه فاش مشيت راه خرجوني من بوابه في اي بي، وزعما فرحان هو بداك الشيء فهمتي، عقل الصغور زعما راه هو شي حد مهم باش ما يخرجش مع الناس. وصور لينا حتى البوليسي اللي خرجوا من المطار، راه مصوره عندنا كل شيء، هادشي بفيديوهات. هذا هي الحاجه الوحيده اللي كانت مزيانه، انه كان كلشي كيصوروا لينا. وثقوا هو يا مزيان. طيب كيفاش عرفتوا راه تخطف وفين مشى وشكون هما؟ مشى البلاصه، انا كنعاود لك دابا بالتفاصيل الدقيقه. مرحبا تفضلي. مشى دخل، جا واحد اخر، جا داه درايفر من تايلاند، داه لهاد البلاصه اللي في الحدود ميانمار، في واحد الواد. كيقطعوا المهم واحد الواد. ديك الساعة هو صور لينا فيديو، قال لينا شوفوا هاد البلاصة كي كتخلع، ما عرفتش نديني هذا، وكيضحك هو زعما راه باقي ما عرفتش اش كاين. المهم صور لينا حتى داك السيد اللي دا، هذاك الدرايفر اللي دا، حتى هو مصور عندنا فيديو. صافي مشى دخل لقى راسو في كومباوند، مجموعة ديال لي كومباوند، مجموعة
كاينين مغاربه دخل لقى بنت مغربيه نيت معاه هو وياه في نفس البيرو كيخدموا في نفس البيرو كيصور لينا الفيديوهات هو وياها كلشي بخير ضاحكين ناشطين كيتصوروا مجموعين هما ديك الساعه باقي ما عارفينش اش واقع كنسولو حنايا علاش سيدي انت ما كتخرج ورينا الدنيا كي دايره تما فين كاين نتايا واش نتا كاين في الشينوا واش كاين في تايلاند اش من منطقه نتا كاين بالضبط فهمتي جانا حنا داك الاستغراب علاش هاد الناس ما كيخرجوش هو كيقول لنا لا راه هنايا راه قال لك البلاصه فين كاين انا راه فيها المشاكل كنقولوا ليه انت فين هو ما عارفش راه حتى فين كاين واش فهمتي قصدي هو ما عارفينش كاملين هو من المطار ما عرفش راسو الوجهه اللي مشى ليها من المطار تيجي لك الدرايفر كيكون الليل كيختار هما الوقيته انت اللي ما غاديش تعرف فيها تا لا ريزيرفاسيون وداكشي كتكون في شي توقيت اللي كيكون متاخر باش كومسا ملي يمشي وما يشد حتى شي واحد ما يعرفوش راسو واصلا هما درايفر كيعطيك الدرايفر انتي كيرونوك درايفر من واحد لواحد ما عرفاش من واحد لواحد ما كتعرفش انت اش واقع فاش غنوريك الفيديو راه غادي تشوفي داكشي الظلام كلشي الظلام صافي قلت لك كنهضروا حتى مع البنت هي وبحكم انايا خدامين معايا شي دراري كانوا شي دراري كانوا حتى هما في دبي وكانوا في هاد الدول وانا نسول واحد الدري معايا قلت ليه عافاك راه اخويا شطر عليه وراه مشى لواحد البلاصه وكنقولوا ليه كنعيطوا ليه كنقولوا ليه قال لي عرفتي اش غادي ديري قولي ليه صيفط لينا الارقام ديال الناس اللي خدامين معاك وصيفط لينا اللوكاليزاسيون صافي عيطت انا الاخ ديالي هاد الشهر من بعد مده هو جالس تما ولكن ما عمره ما قال لكم كان تعرض لشي حاجه يعني باقي ما عارفش ولا باقي ما بداش الخطبه لا ما عمره ما قال لنا لا باقي ما عارفش وباقي ما عرفتش واش هو ما عارفش ولا ما قالش لينا ما عرفتش بالضبط شنو كاين المهم قلت ليك عيطنا عليه قلت ليه دابا غتصيفط لي اللوكاليزاسيون بحال هكا كنهضر معاه قاصحه حيت انا ما داك الوقت انا ما عارفاش قلت ليه شوف غتصيفط لي اللوكاليزاسيون غتصيفط لي النوامر الناس اللي خدامين معاك دابا غتصيفطهم ليا ورفض رفض رفض وكنقول ليه لا صيفطهم ليا حنا بغينا نعرفوك فين كاين شنو هذا صافي صيفطهم ليا اون فوا صيفطهم ليا ما بقاش جاوبنا لشي مده سنانه وانا كنعيط لديك البنت اللي معاه فينا هو خويا فينا هو هذا عافاك قولي لنا مالو علاش ما كيجاوبش كتقول لك لا راه كنخدموا سوايعات كثيره وكيمشي وكينعس ما تيلقاش الوقت فاش يهضر معاكم كل نهار كتعطيني سبه كل نهار حتى لواحد النهار وهي تقول لي شوفي راه صيفط لكم لوكاليزاسيون داكشي الشيء وراه شدوا عذبوه وراه انايا شدوا عذبوه مزيان كيديروا ليه الضو كيضربوه بالعصا معلقينو 3 أيام معلقينو في سقف معلقينو قال لك سقف وبزاف الناس كيتسمى قال لك عندهم البلاك روم كتسمى الغرفة السوداء ما تيشوف شي قال لك كاينين أفارقة تما معلقين 15 يوم بلا ماكله بلا والو حاشاك قال لك كيديروا كيقضيو الحاجه ديالهم في سويجهم العذاب 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 ومعاه مغاربه اخرين هذا التفاصيل ما عطاهاش لي خويا التفاصيل ما عطاهاش لي خويا هي واحد الدري اللي هو خرج وكيفاش تمكن هذا من الخروج واش هرب ليهم قال لي يا راه عطى واحد 6.5 مليون عطاها بالعمله رقميه ماشي العمله الفلوس ماشي العمله اللي كنفهموا ليها حنايا العمله اللي كيبغي كيفهموا ليها هما حنا ما كنفهموش لهذوك قال لك عطاها وقال لك ما كنتمنى حتى شي دري يدوز من المرحله اللي دزت بها انا وما كنتمناهمش يعصوا الاوامر ديالهم قال لك حيت انا داكشي اللي تمنوا واخا عطيت الفلوس ما يقدرش شي حد يتحملو قال لك ما كنتمنى ما يديروش الخطوات اللي درت انا حيت ما كاينش شي حد غيتحملو غيموت في النص ديال الطريق وكاينين مغاربه اخرين ما قالش لك واش كاين زعما شي ارقام ديال شي مغاربه قال لك 158 واحد اللي كاين تما 158 اللي كاين دابا حيت هو ماشي ما كيشوف شي دابا الاخ ديالي ممنوع عليه يهضر مع المغاربه ممنوع عليهم يهضروا مع بعضياتهم هادشي اللي قالوا لينا هادشي اللي قال لي داك الدري الاخ ديالي ما كيعطيناش حنا التفاصيل فهمتي الناس اللي تما ما كيقدروش يعطيوك التفاصيل اللي داخل تما حيت كيخافوا طيب تواصلتوا مع السفاره التايلانديه تواصلتوا مع شي ناس مسؤولين ما تواصلنا في الاول كنا حنا خايفين باش نمشيو نهضروا مع البوليس تواصلت انا مع العائلات قلت لهم اجي نتجمعوا ونمشي ونديكلاري ونديروا ديكلاراسيون رفضوا رفض تام خافوا على ولادهم خافنا على ولادنا وما قدرناش نديكلاريو حيت شي واحد في الدراري قال لك مشى ديكلارا ديكلارا في السفاره في تايلاند وصلتهم الخبر تما قال لك شدوا دوزوا عليه 10 ايام بالعذاب الاليم العذاب ولا تيقول ما بقيت بغيت والو
ما بقيت بغيت والو، ما بقيت لا بغيت نخرج لا حتى شي حاجه. اذا كل شيء خايف، كل شيء خايف، لا الناس اللي خرجوا خايفين ولا اللي كاينين تما خايفين. السيده يعني اللي كنتوا كتواصلوا معها مازال كتواصلوا معها ولا ما بقى انقطع الاتصال؟ السيده اللي كنا كنتواصلوا معها قالت لك خرجت على شي منظمه من تما، وهذه المنظمه ما بقاتش باغا تدخل باش تخرج الدراري، وما بغاش تعطينا طرات الخيط، ومن عار خرجت من تما ما بقاش تواصلت معنا. كانت نورمالمون كل نهار كتواصل معنا حتى لوحده الليل حتى جوج الليل، وحنا كنصنتو ليها، ونهار خرجت ما سولاتش. طيب هذيك لا لوكاليزاسيون اللي كان مسافط لكم خوك ما كايناش دابا، عطيتوها للفرقه الوطنيه؟ لا عطيناها للفرقه الوطنيه بطبيعه الحال، عطيناها للفرقه الوطنيه. يعني دايره خدمتها دابا وكاين فتحوا تحقيق وبداوا التحريات ديالهم؟ بغابوغ لينا حنايا هنا في مراكش مازال غادي نطلع عند وكيل الملك، قالوا لي خصك تعاودي تطلعي عند وكيل الملك تعاودي ديكلاغاسيون واحده اخرى نعاود ثاني عنده، عاد نعاود ثاني نطلعوا للخارجيه ديال في الرباط. الحاله ديال العائله ديالكم قلتي لي قبل انه الوالد ديالك كي مرض دابا ودخل السبيطار؟ مريض والله الا في الفراش، في الفراش، يلا خرجنا من السبيطار اليوم الصباح مريض بزاف، ومو مدمره، مو مدمره كاع، مو ما قدرتش. حال كاع الاسر اللي ولادهم فقودين دابا لانهم كانوا كيقلبوا على لقمه عيش، كانوا غاديين باش يخدموا، ما عندهم حتى شي هدف اخر من غير انهم يقلبوا على خدمه. يعني ربما خوك مثال من الامثله ديال المغاربه، شباب ناجحين راه كان في دبي، كان في فرنسا، دونك كان كيقلب على افق احسن للاسف انه الحمد لله على كل حال. وحنا كنتمناو من 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 الفرقه الوطنيه ومن الخارجيه حتى هي ان شاء الله. القنوات الدبلوماسيه اكيد غادي تدخل وغادير مجهوداتها، وان شاء الله هاد الشباب كاملين غادي يرجعوا. وحنا ماشي حنا الهدف، وانا كنتمنى الاطار اللي كتخرج اكيد، انا كنتمنى وكنتمنى وكنتمنى. هادشي علاش كنتواصلوا معك باش الميساج ديالك يوصل للشباب الاخرين، ما يبقاوش يثيقوا في حتى شي واحد اللي كيتواصل معاهم. ولكن انا كنتمنى من الاسر، من الاسر اللي وليداتهم مخطوفين ما تبقاوش تخرجوا للسوشيال ميديا. عافاكم 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 ثلاثه المرات، راه كتاجي وليداتكم تما. حنا هادشي راه ما كنديروهش باش نديروا البوز، حنا راه ما بغيناش نطلعوا، حنا راه بغينا وليداتنا يخرجوا. ما باقيش تخرجوا، ما باقيش تخرجوا مع الصحافه البيضاء ومع دوك مع دوك الصحفيين. عافاكم، لان كاين اللي باغي يدير غير ارقام ديال المشاهده والمتابعه. ربما هما ما كيلقاوش شي سبل اخرى، كيقولوا ربما لا نفتحنا على القنوات سواء لي ريزو سوسيو، ربما غادي نحاولوا اننا زعما ناثروا في الراي العام. ولكن هادشي راه ما غيلقاوش ليه، لا ما غيلقاوش الحل. راه كاين، راه كاين كاين، راه انا كنهضر مع كيعيطوا ليا شاك جوغ، كتعيط ليا 20 صحافه ولا 30 صحافه، عيطوا ليا من فرنسا، من الميريكان، عيطوا ليا جمعيات، عيطوا ليا بزاف الحوايج. عطينا غير الارقام ديال العائلات، عطينا غير السميات، عطينا، ولكن ما نقدر نخرج حتى شي حاجه. هادشي كيلعب ارواح وليدات. بالفعل بالفعل، الامن والامان والسلامه ديال هاد الشباب المختطفين، الله يسمعكم خبر الخير عليهم ان شاء الله، وان شاء الله يكون الفرج قريب. وبما انه يعني القنوات الدبلوماسيه ان شاء الله حتى هي غادي تخدم ودايره خدمتها، ف نترجاو انه هاد الشباب هادو ان شاء الله يحاولوا يخرجوا من هاد المستنقع اللي طاحوا فيه، وكنتمنوا لهم الخير، وكنتمنوا تنتوما كاسر وكعائلات انه يعني تفرج عليكم، لان في الفعل هذا كرب، كرب كبير كتمروا منه، وان شاء الله غادي يكون خير. وكنتمنى من جميع المغاربه، من جميع المغاربه، راه كلهم خوتكم وكلهم وليداتكم، وانا ماشي انا ما كنقولش راه هي خويا تما، انا راه كنقول بغيناهم كلهم يخرجوا، ماشي خويا، حيت ما نهضروش بصفة الفرد، بغينا كل شيء يخرج، حيت كلهم وليداتنا. وتالمغاربة الشباب الاخرين كيف ما قلت لك قبل انهم حتى هما ما يمشيوش في نفس الطريق، وحتى هما ياخذوا العبرة من هذا الشيء اللي وقع. ان شاء الله يكون خير. بغينا هادشي اللي بغينا نوصلوا الفكرة، ماشي غير سمعتوا ذاك المؤثر راه عنده تما، راه ناجح تما، كاملين نمشيو ثاني. ما يمكنش خصكم تسولوا على راسكم وتعرفوا فين غاديين، ما تديروش الغلط اللي دار الاخ ديالي واللي داروا بزاف الوليدات. نعم واضح، شكرا بزاف، شكرا ليك، والله يسمعكم خبر الخير، والله ضيقتم ان شاء الله، شكرا بزاف، شكرا للي خطيك. شكرا لك. الامر مفجع جدا، الامر مفجع جدا، يعني ان وليدات شباب راه في مقتبل العمر، راه 20 سنه 22 23 مقتبل العمر، بغاو يحسنوا اوضاعهم المعيشيه، مستقبل، حياه، رفاهيه، طموبيلات الى اخره، فاذا بهم توقعوا بين يدي
بين أيادي عصابات خطيرة جدا. على أي في إطار التفاعل مع هذا الموضوع، أفادت السفارة الملكية التايلاندية بالرباط نقلا عن السفارة المغربية في العاصمة التايلاندية بانكوك اشتباهها في وقوع المغاربة المحتجزين ضحايا نصب بواسطة شركات صينية وماليزية، إضافة إلى شبكة روسية تربط علاقات محتملة مع فاعلين دوليين في أنشطة الاتجار بالبشر. متمركزين في كامبوديا وميانمار، مؤكدة وجود مختطفين أو مختطفين من جنسيات إفريقية وليس المغرب فقط، ضحايا لمثل هذه المجموعات الإجرامية المتورطة في تجارة البشر والجرائم الإلكترونية، حيث تنشط على طول المناطق الحدودية بين جنوب شرق آسيا خصوصا بميانمار التي تم تعليق تطبيق القانون المحلي فيها بسبب الوضعية الأمنية للبلاد. هذا راه هذا الشيء رسمي اللي قلت لكم دابا، نعاود باش فهموا بأن الموضوع راه جدي وخطير جدا. أفادت السفارة الملكية التايلاندية بالرباط نقلا عن السفارة المغربية في العاصمة التايلاندية بانكوك اشتباهها في وقوع المغاربة المحتجزين ضحايا نصب بواسطة شركات صينية وماليزية، إضافة إلى شبكة روسية تربط علاقات محتملة مع فاعلين دوليين في أنشطة الاتجار بالبشر متمركزين في كامبوديا وميانمار، مؤكدة وجود مختطفين من جنسيات إفريقية وليس المغرب فقط، ضحايا لمثل هذه المجموعات الإجرامية المتورطة في تجارة البشر والجرائم الإلكترونية، حيث تنشط على طول المناطق الحدودية بين جنوب شرق آسيا خصوصا بميانمار التي تم تعليق تطبيق القانون فيها. بلا قانون ولات هاد ميانمار، علاش؟ لأن في اضطرابات، فيها اقتتال، فتم تعليق القانون فيها، ما بالدارجة ولات فيها السيبة ميانمار، فبالتالي غادي تولي أرض خصبة ومرتع للعصابات والمافيات والتجار في البشر وكل جرائم. وليدات مساكن ما عليهم ما بهم، بغاو يمشيوا لتايلاند، تواصلوا معهم، جاو كونترات، جات البيه ديال الطيارة، الحجز في الفندق، مشاو على أساس راكين صالير كبير وغادي نديروا الفلوس من هنا العامين 3 4 5 سنين، والطوموبيلات والكابريولي وما عرفشنا هو، فإذا بهم في يد عصابة تستنزف قواهم محتجزين مختطفين، حتى راكم سمعتوا الحوار هناك تعذيب. على أي راى السفارة المغربية هناك وكل يعني كل من يعني من هو فاعل في الموضوع يمكن أن يكون فاعلا في الموضوع، كان أمنا، كان سفارة، كان دبلوماسية، كان خدامين على أساس أنه يوقفوا النزيف، وإذا كانت هناك كان هناك تدخل فغادي يكون إن شاء الله عما قريب لإعادة أبنائنا إلى أرضهم إن شاء الله وإلى ذويهم سالمين إن شاء الله يا رب إن شاء الله. نسأل الله لهم العفو والعافية وأن يفرج عنهم وأن يحفظهم يا رب، كلهم ماشي المغاربة، كلهم اللي كاينين تما، كل اللي تم النصب والاحتيال عليهم للأسف الشديد. على أي نحن نرى هذا المقطع غادي ننشره في مواقعنا التواصلية ديال شدا لكل معلومة ولكل إفادة، وهو مسخر للجميع حتى بما فيه يعني الأجهزة الأمنية المغربية مسخر للجميع، ومن كل إفادة ممكن أن تستنبط من الحوار الذي درت وجه مريم مع أخت ضحية من الضحايا. رسالة مهمة جدا، ملي تندخلوا البورتابل وتدخل الانترنت وتتبدأ تشاطي وتتبدأ تتكلم وتتبدأ تنافيقي، وفي أي قطاع نافيقيتي، في قطاع الاقتصاد والشركات، في الرياضة، في هذا، تأكد كون ذكي بما يلزم أنك تعرف راسك مع من. أموند فيرتويال ما عارفش الحقيقة فيه، ما تتعرفش راسك مع من. رانت ربما تتشاطي وتتكلم مع مدير شركة
وعلى اساس انه مدير شركه ويقدر يعطيك يصيفط لك اوراق ويصيفط لك تصاور اللي تخليك تاكد بانه مدير شركه وهو رئيس عصابه هو رئيس مافيا ممكن جدا اموند فيرتويال الحقيقه فيه غير موجوده نكونوا حريصين مع وليداتنا في هذا العالم العنكبوتي الخطير وبفعل هو عالم عنكبوتي نكونوا أذكياء ونشوفوا وليداتنا فين تمشيوا ونشوفوا والشباب نصيحة لكم عرف فين داخل ومع من داخل ومع من تتكلم وفين غادي إلى آخره مش تشدك شي شهوة معينة وتمشي تلقى راسك بين يدي عصابة يتحكمون في رقبتك ما تتبعش الشهوة أي شهوة كان شهوة جنسية شهوة المال خاصة شهوة المال خطيرة جدا لأن هاد الوليدات مشوا بالفلوس بغوا يحسنوا الوضعية صاليرات كبيرة رواتب كثيرة امتيازات أوتيل 5 إيطوال واو بانت لهم حياة وردية فلقوا ريوسهم محتجزين مختطفين حضي ولدك حضي بنتك حضي فين تدخل حضي مع من تشاضي حضي الشي دير ما ديرش لي بيسي ودير لي بورطابل ودير لي الويفي وتخليه لا هذا عالم افتراضي اموند فيرتويال عالم افتراضي افتراضي مع من تدوي الله اعلم تنهضر مع شركه ما عرفت واش كاينه ولا ما كايناش واخا صيفط ليا اللي صيفط ودابا مع الذكاء الاصطناعي اخلاص اخلاص نسأل الله العفو والعافية تكنولوجيا جميلة تتسهل الأمور لكن في نفس الوقت هي سيف ذو حدين في نفس الوقت قدر يقطعك قدر يقطعك قدر يذبحك استسمع الكلمات التي استعمل ولكن باش نوصل لك الصورة قدر يذبحك يا ما ناس لقاو ريوسهم في الحبس بلا انترنت ها هم لقاو ريوسهم في ايدي عصابه بلا انترنت ناس تقتلوا بلا انترنت فتيات تغتصبوا بلا انترنت قاصرات تم استدراجهن قاصرات بالشاط وهذا والواتساب تلقى راسها مغتصبه وغادي نجبد لكم جريمة كبيرة جدا خطيرة جدا والله لا تهتز منها الجبال عارفين الجريمة اللي وقعت في مصر في الشبرة عارفينها رات شهرات واحد وأسس مح ولكن غادي نقول لكم الصورة المرعبة جدا مرعبة جدا عفاكم اللي حدا شي ولية صغار يحيدوا اللي تتفرج فينا دابا وحدا وليدات صغار قول لهم حيدوا ميتسنطوش رجاء حيدوا وليداتكم تخليهمش يسمعوا الشيء اللي تنقول او اللي غادي نقول دابا رجاء مزيان حسب ما نشر وما قرانا واحد عنده تقريبا 30 عام لانه في حاجه ماسه الى المال وبغى الفلوس و و و لأن المال إذا أعمى البصيرة لا إله إلا الله المال إذا درتيه هو العقيدة ديالك هو الإله ديالك اللهتيه ودرتي إلهك هو المال أدير عليه كل شيء أي حاجة ستستبيحها على أي تواصل معاه شي واحد في الكويت من بعد الاعتقال وهذا غادي نعرفوا هذاك اللي في الكويت حسب ما روي في القصة في وسائل الإعلام المصرية وغيرها بأن هذاك اللي في الكويت مصري عندها 15 عام ولكن خطير في الانترنت والنافيغاسيون وهذا الشيء وذاك الدارك ويب الويب الأسود اللي تدار فيه كل شيء تتباع فيه كل شيء الويب الأسود راه كاين واحد الويب خطير فبالتالي
وهذاك الوليد اللي عنده 15 عام اللي في الكويت وتوا وقيل مصري شاط مع هذا اللي في مصر اللي في شبرا على اساس انه غادي يمكنو وغادي يربح شي 2 مليون جنيه اظن ولا اكثر. عرفتي شنو هي 2 مليون جنيه؟ عند واحد خصو فلوس على اساس انه خصو يدير جريمه قتل. يجيب واحد وليد، جاب واحد الوليد بالفعل عنده 13 عام تقريبا، داه قتلو وشق ليه البطن ديالو، وهذا قال ليه هادشي خصو يتصور، قتلو وصور، شق ليه البطن ديالو وصور، جبد مصارنو وصور، ديرهم في ميكا وحطهم، حيت هاد الفيديو غادي يتباع بالملايين في هاد الدارك ويب بالملايين. طمع اقترف الجريمة، تخيلوا معايا ببشاعتها اقترفها حسب ما نشر وقرأنا، اقترفها وصور داكشي، ومن اللي بغى الفلوس اش قال لي الاخر؟ قال لي خصك دير الثانية عاد باش يجيوك الفلوس، وكان يبحث انه يدير الثانية حسب ما قرأنا، فتم يلقاء القبض عليه واعترف بالتفاصيل وكل شيء، ولأن الريحة عطات وهذا، وجبد داك اللي كان تيتكل تيشاطي معاه في الكويت، وتم اعتقاله وجابوه هو باه وباه تيبكي والسنكر، وقال لهم انا لا علم لي بولدي تيدير هادشي، وها انت هو الاب ولده يحرض على جرائم شنيعه ديال القتل ولعب ما فراسوش، الوليد عنده 15 عام ولعب ما فراسوش، ملي شدوه جابوه تيبكي قال لهم لا علم لي انا بهادشي تيديروا ولدي، اه ولدك، ملي داروا التحقيق مع الوالد لقاو اقترف ثلاثه الجرائم بهذه الطريقه، ثلاثه ديال القتل تيحرض وحدين الاخرين قتلوه وديروا هذه الطريقه، قتل بهذه الطريقه، هذا قطع لي راسه، هذا قطع لي من النص، هذا من هنا، وصور وراه غادي نربحوا الفلوس في الويب دارك ويب، ثلاثه ديالهم ولعب ما فراسوش ما فراسوش شي، وشي كوشا بالبورتال الانترنت، امر خطير جدا والله العظيم. عندكم البورتال، عندكم الانترنت، عندكم التعامل، عندكم النافيغاسيون، عندكم كونوا اذكياء وعرفوا اولادكم وبناتكم مع من تدويو وفين داخلين، عندكم راه واحد العالم متاح للجميع ما عنده ضوابط، وخطير جدا خطير جدا. رجاء البورتابل والانترنت نعمة إذا أحسن استعمالها، ونقمة وكارثة وفظاعة إذا أسيء استعمالها. اللهم تكون حازم دابا ولا غدا تبكي على ولدك ولا بنتك. يلا هذا ما كان، وصلنا لنهاية حلقتنا من مساء الخير يا مغرب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرجع لنا وليداتنا سالمين يا رب، وكل محتجزين تما يا رب يا رب يا رب يا رب، اللهم فرج همهم واحقن دماءهم يا رب العالمين، وارزق أهلهم الصبر يا رب العالمين.